اليوم تنحتجوا امام القنصليات الجزائر بالدار البيضاء وباش نعلنوا على السنكار ديالنا وحول ما قيل في المؤتمر في نيجيريا في قضيه الصحراء المغربيه. اليوم الشعب المغربي وجميع المجتمع المدني راه تيستنكر، وتنقولوا لهم بانه راه غنبقاو نستنكروا بشكل يومي ونشجبوا هذا الشيء، وغادي نبقاو هنايا في هذه الصفه في القنصليه حتى تسحب الدوله الجزائريه كل ما قيل حول القضيه ديالنا الصحراء المغربيه. كنا كنعتبروا دائما الجار ديالنا وكنراعيوا حسن الجوار كبلد المغرب، الاستفزاز ديالو زادت عن الحد، خاصه الخطاب الاخير اللي وجهه السي بوتفليقه بان هذا لهذا خلتنا كمجتمع مدني وكناس اللي في الميدان السياسي اننا نظموا هذه الوقفه احتجاجا على هذه الممارسات اللي لا اخلاقيه اللي كيمارسوها على الشعب المغربي. اليوم كنطالبوا الصحراء ديال المغرب وحقوق المغاربه هي اللي كنطالبوا، ما كنطلبوا لا زايد ولا قله ولا اكثر. باسمي الخاص ونيابه عن الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج والمغاربه كلهم، كنقول من طنجه للقويره راه الا حضروا غير 10 ديال الناس راه حضروا 35 ولا 40 مليون ديال المغاربه، ولهذا كنطلبوا من الانصاف الدولي. حنا كنطالبوا من السلطات الجزائريه باش توقف على هذه المسائل ديالهم باش يبعدوا ويخليوا المغرب في السلم وامان، بركه من الاستفزاز وبركه من هذه المشاكل اللي يقوموا بها ضد الوحده ديالنا الترابيه الا وهي الصحراء المغربيه. دائما المغرب مغرب والصحراء راه ما غنبعدوش منها الا تيبقى فينا اخر واحد.